أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! بداية أخبارنا الرياضية مع بداية الجماهير المصرية في استلام التذاكر الخاصة بمباراة منتخب مصر قدام السنغال، واللي هتتلعب يوم 25 مارس في ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وفريق الأهلي اكتفى أنه يعمل جلسات استشفائية امبارح وفقاً للبرنامج اللي حدده الجهاز الفني للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر خلال الفترة اللي فاتت لجنوب إفريقيا. وهيخوض الأهلي تدريباته النهاردة العصر على ملعب التتش عشان يستعد لمباراة فريق المريخ السوداني اللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. وفي مباراة ودية فاز بيراميدز على فريق مصر المقصة على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 1-0 سجله محمود صابر في الشوط الأول من الماتش، وبيستعد بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم الحد اللي جاي على استاد شهداء بنينة في بنغازي بليبيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. عزمي محلبة لاعب المنتخب الوطني للرماية حصل على الميدالية الذهبية في منافسات السكيت كأس العالم في قبرص. محلبة سبق وفاز في أكتوبر اللي فات بالميدالية البرونزية في كأس الرئيس بقبرص، وشارك كمان في أولمبياد طوكيو الأخيرة لكن ما قدرش يوصل للنهائيات. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن امبارح جاهزية النجم المصري محمد صلاح عشان هيلعب مباراة أرسنال النهاردة الساعة 10:15 بالليل على استاد الإمارات في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير، وأعلن الريدز عن الجائزة على حسابه الرسمي على موقع تويتر. فريق أتلتيكو مدريد حجز بطاقة تأهل للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في المواجهة الحاسمة اللي جمعت بينهم ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة، وانتهت مواجهة الذهاب بين الفرقتين بالتعادل الإيجابي 1-1، وبيحسم أتلتيكو مدريد التأهل لربع النهائي بمجموع اللقاءين 2-1. كمان اتأهل فريق بنفيكا البرتغالي للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أياكس الهولندي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في إياب دور الـ 16 من المسابقة للموسم الحالي، وكانت مواجهة الذهاب بين الفرقتين خلصت بالتعادل الإيجابي 2-2. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لأحمد وجمانة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم ليندا، بشكرك شكرا جزيلا.